خلينا ننتقل لمحمد عبدات من جديد. لك محمد. يلا يا كاثي انتقلوا لأربد، وأيضا فيها جماليات كثير زي ما تعرفي، غابات برقش وشلالات وادي الريان والحمى الأردنية. الأردن متنوع يعني بجماله، متنوع بآثاره، متنوع بطبيعته الساحرة. من نصبح مرة ثانية على المهندس أحمد البطايني مدير محطة مرو للبحوث الزراعية اللي رح حدثنا اليوم عن أهمية الزراعات الصيفية، وخصوصا أن الزراعات الصيفية زي ما بنعرف متنوعة ولا تحتاج هنا في محافظة إربد إلى أي ري، وبالتالي هي بعلية وتوفر على المواطنين الكثير من المياه. بنصبح عليك مهندس أحمد، نقول لك يسعد صباحك ضمن على يعني برنامج يوم جديد، وزملائنا بصبحوا عليك وبقول لكم الله يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم في مدينة إربد وفي بلدة حكمة. مهندس أحمد، بدنا تحكي لنا عن أهم الزراعات الصيفية وأهميتها بالنسبة للمزارعين وتنوعها. الزراعات الصيفية حقيقة هي موجودة في مدينة إربد وفي معظم مدن المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه الزراعات مهمة جدا. احنا حكينا سابقا معكم في برنامج يوم جديد عن المحاصيل الحقلية وأهميتها الاستراتيجية. حقيقة الزراعات الصيفية هي مكملة للمحاصيل الحقلية، يعني بتدخل في دورة زراعية مع المحاصيل الحقلية ومهمة جدا. هاي الزراعات هي اللي يعني البامية، الكوسة، الياقطين، البطيخ، يعني هاي الفقوس أهلنا كانوا من زمان متعودين يزرعوها، وهي مهمة جدا. يعني تكمن أهميتها بأنها هذه الزراعات كلياتها بعلية، وزي ما بتعرفوا احنا الاردن يعتبر من افقر دول العالم بالمياه، فيعني احنا لازم احنا نستغل كل هذه الاراضي، لانها هذه الاراضي تعتمد فقط على مياه الامطار، فتكون اهميتها بانه مش بحاجه لري تكميلي. الشغله الثانيه، المشكله الكبيره انه صارت بالاردن في تفتت للملكيه، صغر حجم الحيازات الزراعيه. حقيقه هاي المشكله يعني حدت من زراعه المحاصيل الحقليه بشكل كبير، وهذه المشكلة يتم يعني يمكن حلها عن طريق الزراعات الصيفية. يعني احنا بنقدر نزرع مثلا البامية، دونم بامية، يكفي انه نزرع دونم بامية، دونم البامية ممكن يعطينا يعني ما يعني اكثر من 200 كيلوغرام انتاجيته، ودخله كويس كثير للمزارعين. يعني الأهمية كمان تكون بأنه هاي الزراعات الصيفية حقيقة يعني قليلة الاعتماد على السماد الأسمدة وعلى المبيدات الحشرية. يعني في بعض المزارعين ما بيستخدموا أبدا لا مبيدات ولا أسمدة، يعني تقدر تحكي أنه هاي زراعات أورجانيك نوعا ما، وهي مهمة جدا، هي دخل إضافي للمزارعين. حقيقة إحنا في يعني قطع أراضي كثيرة موجودة بور أو ما تنزرع، ممكن إحنا نستغلها بواسطة هذه الزراعات المهمة جدا، واللي في عنا يعني اكتفاء ذاتي حقيقة فيها. مهندس أحمد، بالتأكيد تنوع الزراعات الصيفية، ممكن اليوم سعر البامية نزل دينار ونص أو دينار، ممكن نعوضه بسعر اللوبيا، ممكن مرتفع يكون دينارين أو دينار ونص. فالمزارع إذا بشكل ويكون عنده تشكيلة من الزراعات الصيفية في حديقة منزله، ربما يزرع ويكون عنده إنتاجية. فأنتوا كمركز بحوث زراعية، شو دوركم لدعم المزارعين الصغار، خلنا نسميه يعني صغار المزارعين، لأن هم يعملوا حديقة منزلية أو قطعة أرض دونهم وتأهلوهم بحيث أنه يكون بالنسبة لهم مصدر دخل؟ اللي بتحكيه أستاذ محمد يعني 100% صحيح، أنه المزارعين حاليا يعني الحج زي ما حكينا الأراضي اللي عندهم صغيرة جدا، ويعني إحنا ممكن نستخدم هذه الزراعات في الحاكورة أو في لجنينة المنزل. الإشي المميز فيها إنه هاي الزراعات يعني بتعطينا الإنتاج على فترة طويلة، يعني مثلاً البامية بتعطينا حوالي 3 أشهر إنتاج، يعني فترة 3 أشهر أنت بتنتج. فأنت بدل ما تشتري 5 كيلو بامية أو 10 كيلو بامية وتتغلب كيف بدك تفرزنها، إحنا بهذه الطريقة يعني كل يوم تقدر أنت تنتج 3-4 كيلو بامية أو 2 كيلو بامية تستخدمها لبيتك، والفائض أنك تسوقه. حقيقة يعني سيدنا الله يطول بعمره كثير ركز على موضوع الزراعة، وحقيقة حكى أنه التحدي القادم هو تحدي كبير، والتحدي غذائي وزراعي. فإحنا يعني بنأكد، ويعني هذا دعم كبير إنه نتوجه للزراعات الصيفية حتى يكون في دخل
إضافي وفي اعتماد ذاتي على أنفسنا وعلى يعني من أراضينا، يعني عندنا اكتفاء ذاتي. يعني اللي بدي أحكيه أستاذ محمد إنه هاي المحاصيل الصيفية إحنا بالأردن ما مستوردها من برا، كل لأنها اكتفاء ذاتي فيها. بالضبط، الحمد لله إنه عندنا اكتفاء ذاتي. يعني كاثي وإبراهيم زي ما أنتم شايفين الحمد لله كل دول العالم تسعى لأنه يكون عندها اكتفاء ذاتي. المحاصيل الحقلية زي ما ذكر المهندس أحمد عندنا اكتفاء ذاتي فيها، عندنا فائض، ولو أنها الحدود فاتحة ربما يكون هناك تصدير وبالتالي تعود بالفائدة على المواطنين. عودة إليكم زميلة كاثي وإبراهيم.